خلاص اوكي ريكوردد صح اوكي يس اوكي تمام جود مورنينج ايفريبادي انا حناخذ اليوم ان شاء الله البروتكشن اوف روتيتنج ماشين سبيشال فور موتورز فور جراوندينج فولت بروتكشن فور لارج سكيل موتورز طبعا احنا بالنسبه للمحركات يعني عارفين احنا ان المحركات هذين يتم حمايتهم نفس مبدا حمايه ناحيه الستيتر بروتكشن نفس مبدا حمايه الجنريتورز عباره عن ديفرنشال بروتكشن ما بين السويتش جير وال اللي يغطي في الموتر والنيوترال بوينت النيوترال تيرمينالز بتاعت الموتر ويعمل ديفرنشال بروتكشن او فيز بروتكشن وانستنتينس بروتكشن زي ما حنشوفه في الاكزامبل اللي هنا بالاضافه الى جراوندينج فولت بروتكشن الجراوندينج فولت بروتكشن قلنا احنا كم السيتنج بتاعه كيف نعمل السيتنج بتاعه هل حد يقول لنا مثلا كيف نعمل السيتنج كيف نضبط الريلي اللي موجود في الجراوندينج باث طبعا الستيترز تبع الماشينز قصدك دكتور نعم هو زي ما عملنا المره الماضيه بنحسب الفولت كرنت وبنحسب باكثر من نحسب الكرنت بنحط اكثر من امبيدنس او ريزيستنس اللي هي الزد نيوترال وبنشوف ايش القيمه المناسبه اللي بتخفف الكرنت اللي كثير عالي لو انها كانت واطيه بس بنفس الوقت بدون ما يكون كثير واطي بحيث انه ما يعمل بيك اب عليه تمام هذه طريقه هذه نعم هذه هي الطريقه ولكن جنرالي نحن نحطه في البيك اب كرنت بتاع الجراوندينج انه يكون اعلى من 15% او 20% من اللود كرنت صح ولا لا على اساس ان انا نديره مارجن يشتغل فيه الموتر في الامبالانس نديره مارجن مثلا للترانزينت ريسبونس مثلا نديره مارجن معين بحيث انه يمرر الايرورز هذينا او الثيرد هارمونكس وبعدين نحطه نضبطه به الجراوندينج باث بيك اب كرنت حتى هنا نفس الشيء ولكن هنا في حاجه معينه الموتر هذا هو اللي يتسبب في نوع يعني يتسبب في مشاكل بخصوص الموتر لا وهو الستارتنج كرنت او اللوك روتر كرنت اللوك روتر كرنت اللي هو يعني تيار لما تكون الروتر مسكر يعني كيف البلوك روتر تست الروتر مسكر ويكون الابلايد عليه الريتد فولتج حيسحب تيار عالي جدا شبيه بتيار الستارتنج لان تيار الستارتنج شنو سبب انه هو عالي ان الموتر قاعد بدا يحاول الدوران من السكون فبالتالي لما يقول لك لوك روتر كرنت كانه قال لك الستيتر او اسف الستارتنج كرنت هو الستارتنج كرنت هذا في اعتبارات لهواج تقدر انت تعمل كوردينيشن عن طريق فتره الستارتنج يعني فتره الستارتنج هذه تحسبها ودير لها تعملها كوردينيشن يعني فتره الستارتنج مثلا 1 سكند تعملها كوردينيشن بحيث ان التايم ديلي اوفر كرنت ريلي يفصل بعد ال 1.2 سكند ولا 1.5 سكند بحيث انه يمرر مرحله الستارتنج ويفصل وتقدر انت مثلا تحميه بطريقه ثانيه تحط انستنتينيوس ريلايز تحط انستنتينيوس ريلايز وتحط قيمة الانستانتينيوس صح يفصل بشكل انستانتينيوس سريع جدا انت تقول لي حيفصل قبل الستارتنج يقول لك لا لو ضبطت قيمة التيار بتاع الديفينيت كرنت خليتها اعلى من ضعف الستارتنج كرنت مثلا خليتها 1.5 من الستارتنج كرنت او 1.7 من الستارتنج كرنت حيمرر الستارتنج كرنت ومش حيشوفه اصلا واي تيار ما بعد ال 1.7 من قيمة الستارتنج كرنت حيفصل بشكل انستانتينيوس وهذه قيمه هذه طريقه ستريكت جدا في الكوردينيشن مثلا للبروتكشن اوف موتر بحيث انك تتمرر مرحله الستارتنج وتفصل عند الفولت عند تيار الفولت مش حنستعجل نحن بالكلام هذا حناخذ حنجون نقرا الكلام هذا لحظه بس انا شنو طبعا بخصوص الموترز عاده يستخدموا في نوع ثاني من الجراوندينج بروتكشن اللي هو اللي يقولوا له تورويدال سي تي تورويدال سي تي بروتكشن يعني بمعنى انه شنو انه يكون في ماجنتيك كور حوالين الفيزس بتاعت الموتر الماجنتيك كور هذا في حاله في الحاله العاديه هذا الجراوند فولت اوف موتورز في الحاله العاديه لما يمر تيار هنا واللي هنا اللي هنا بالانسد حيكون يعني محصله الفلكس اللي قاعد المحتث داخل او اسف محصله الفلكس الاستابليشد المنشا داخل الكور هذا حيكون محصلته صفر ليش لان حيكون فلكس من هنا
بزاويه 0 وهنا الفلكس بزاويه 120 وهنا الفلكس بزاويه 240 سبيس الزوايا هذين كهربائيا، فبالتالي حيكون ايش؟ حيكون عندنا يعني محصله الفلكس اللي هنا 0. ما حد يقول لي روتيتنج فيلد، اصلا روتيتنج فيلد مش حيكون بالشكل هذا. الروتيتنج فيلد لما يكون هذين الكوندكتورز هذين ديسبيسد في السبيس بتاع الماشين بزاويه 120 درجه، ولكن لما يكون بالشكل هذا حينشا فلكس لما يكون يعني في نفس الزاويه هنا كلها حينشا فلكس. في الحاله هذه الفلكس هذا حيكون قيمته صفر، ولكن لما يقعد ماشي التيار اللي ماشي امبلانسد حيكون في زيرو سيكونس فلكس، زيرو سيكونس او زيرو سيكونس كرنت، حيفرق في الزيرو سيكونس كرنت او حيتفق بعدين في الزيرو سيكونس كرنت انه يكون فعال ثلاث اضعاف منه داخل الجراوندينج باث، فحيحتث فلكس هنا ديفينتلي لعدم الاتزان ما بين الفيزز بتاعت الكرنت هذين، عدم الاتزان بيناتهم حيحتث فلكس هنا. كميه الفلكس هذا كبيره جدا، ولو ركبت مثلا وايندينج هنا وحطيت السكندري بتاعه في الريلي خلاص حيكون مثلا هذين الوايندينج بتاعتك وهذا الكونكشن هذا ماشي للريلي مثلا، هذا اللي تشوف فيها المهشره هذه حتكون مثلا ماشي للريلي خلاص، حيكون الكونكشن بتاعك روبست في الحاله هذه، وحيشتغل عند الجراوندينج باث، هذا حيشتغل عند الجراوندينج فورت، وهذا alternatively used في الموتورز مش عن طريق النيوترال بوينت اللي هي مؤرضه مثلا، تكون من النيوترال بوينت مؤرضه او السي تي حطها بشكل مباشر في النيوترال بوينت المؤرضه للماشين، تمام. فبالتالي هنا لو جينا قرينا الكلام هذا قالك alternative to residually connected ground relay in motor applications is the toroidal CT as shown in figure below. ممكن يستخدم له هذه، ممكن يستخدم له الثانيه، ولكن هذا frequently used for motors. This CT encircles all three phase conductors and thereby allow the all positive and negative sequence currents to be cancelled out, so only zero sequence current appears in the relay. So only zero sequence current appears in the relay. فبالتالي هنا لو خذينا طبعا نحن هذا ككونسبت اللي هو يشتغل به التورويدال سي تي، عباره عن انك تحط السكندري بتاعه ريلي فقط، و حيكون شغال هذا على جراوندينج بروتكشن. هنا نفس الشيء، هذا الالترناتيف بتاعه حيكون بالشكل هذا اللي هو هذينا، هذا ديفرنت الستريشن التورويدال كور سي تي، وهنا السكندري بتاعه حيكون ماشي للريلي بالشكل هذا، تمام. فهذا يستخدموا فيه فريكوينتلي في البروجكشن اوف ووتر. لو جينا نحن خذينا الاكزامبل هذا، الاكزامبل هذا عباره عن عندنا نحن موتر، الموتر هذا 2000 هورس باور موتر، التيار اللود بتاعه 245 امبير، واللوكد روتر والله او اسف الستارتنج كرنت يعني الار يعني لوكد روتر، الستارتنج كرنت بتاعه 1609 امبير، والستارتنج تايم 0.97 سكند. يبيك انت يعني تضبط الريليز اللي موجوده في السيستم هذا بحيث انه يكون السيستم يعني روبست ويحمي الموتر هذا من 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 الاعطار اللي يصير. فهنا لو جينا نحن هذا عباره عن الستريتف اكزامبل بس، يعني مش مثلا مسائل حسابيه ولا كذا ولا هذه، الستريتف اكزامبل يعني ممكن الموضوع ينشا بحاجات اخرى. طبعا هنا لو جينا نحن قرينا الحل بتاع الاكزامبل هذا، هنا عندك 50 الريليز المستخدمه في حمايه الموتر هذا 50 اللي هو انستنتينيوس فيز ريلي مش باين هنا، لكن قاعد ال 51 اوفر كرنت ريلي قاعدات منه اثنين على الفيزز هذينا، هذا 400 الى 5 هذه 400 الى 5 سي تي 400 الى 5 سي تي، وهنا ال 51 جي ريزيدوال كونكتد ريزيدوال اوفر كرنت ريلي، اوفر كرنت ريلي اللي هو عن طريق الريزيدوال كرنت ديفايس اللي هي هذه، تمام. ريزيدوال كرنت ديفايس اللي هي هذه اللي هو يعني بمعنى انه هو يعني على الجراوندينج على الجراوندينج فور جراوندينج بروتكشن، تمام. هنا المحرك 2000 هورس باور، هل في محرك الريثم بتاع 2000 هورس باور؟ طبعا في المحركات الكبار بتاعت الحفارات هذين اوكي في تلقى الارقام هذين. تيار الباص الثري فيس فولت 25000 والفيس تو فيس فولت 20000 او 20000، تمام. فبالتالي هنا هو حاكي كلام فلسفي، ما هوش مساله حسابيه هذه والله، انا حتى انا كاتب عليه هنا الستريتف اكزامبل، يا
يعني مرات انت ما يجيكش عليها سؤال انك انت اعمل بروتكشن نفس هذا ولا كذا، لا ما يجيكش مثلا سؤال بالطريقه هذه، ولكن يجيك كفرع من سؤال، او مثلا يجيك مثلا يعني من ضمن الاسئله الموجوده هنا، يعني فهمت كيف؟ يعني من ضمن الحاجات الموجوده فيه ممكن يجيك منه سؤال علل، ممكن يجيك منه، لكن مثلا بالنسبه للموتر هيك بالوضع هذا يعني صعب. لكن مثلا كيف المسائل اللي فاتت واضح انها هي مساله حسابيه، في منها مطالب وفي منها كذا، وحتى في عدد منهم انا اعدد الصياغه بتاعها بحيث انها تكون مساله واضحه ان فيها مطالب وفيها معطيات وهيك، فهمت كيف؟ ولكن هذه عباره عن illustrative example، هذا بالذات عباره عن illustrative example يوريك انت كيف تحمي الموتر هذا. تمام، زي ما قلنا نحن ان الموتر اصلا مفروض في حاجه ناقصه فيه الموتر هذا، الا وهو differential protection. نحن حكينا ان الموتر يحمى، يتم حمايته عن طريق differential protection، هنا ما حطش differential protection although انه هو مفروض يحطه، ولكن هنا بدك افترض انك انت عندك المجموعه من الريليز هذين كيف تنسق عمليه البروتكشن. فعندنا هنا بيسكلي قاعد يحمي في الموتر بنوعين من الريليز، نوع الانستانتينيوس وحطه عن ضبط معين، ونوع من الاوفر كرنت وحطه عن ضبط معين، وبعدها الجراوندينج الله كونكتد بالشكل هذا وضمن هو حمايه الموتر بشكل inherent بدون حتى differential protection، ولكن المفروض انه يكون في differential protection بالاضافه الى instantaneous instantaneous relays كباك اب، يعني او مثلا في حاله فشل differential protection. انا لو جينا قرينا الكلام هذا قال لك انا consider the 2000 horsepower motor installation shown in figure 7-14 اللي هو اللي فات. The CT ratio is selected to provide some margin above the trip setting so meters will not read off scale. شو معنى الكلام هذا؟ طبعا هذا مش الحل، يعني زي ما قلت لكم هذا illustrative example، هذا ما هوش مسألة وحلها، فهمت علي كيف؟ يعني هذا كأنه يعني شروحات للبروتكشن بتاع الموتر مع أرقام بس مش مسألة وحلها، فهمت علي كيف؟ فهنا قال لك أنا الريشو بتاع CT ضروري تكون selected بحيث أنه ما يصيرش read off scale. هل في حد شنو read off scale؟ بمعنى أنه هو CT ratio يختارها أعلى بشوية من load current أو أعلى بشوية من pick up current بحيث أنه الديفليكشن بتاع البوينتر بتاع السكي بتاع الاميترز والفولتميتر مثلا اللي قيسن وهذينا ما يكونش مثلا اوف سكيل، بحيث انه هو يكون واصل لعند نهايه المؤشر وفي مجال انه يوصل اكثر لضعف السي تي الترانسفورميشن ريشيو. فبالتالي لما تختار السي تي اعلى منه بشويه هتضمن ان البوينتر ديفليكشن بتاعه ما بين الشرطات هذينا او العلامات بتاعت الاميتر والفولتميتر، هذا معناه انه هو ريد اون سكيل مش ريد اوف سكيل، معناه انه هو الديفليكشن بتاع مشى عند نهايه الاميتر والفولتميتر وما عطش القراءه الحقيقيه اللي هي مفروض ما بعد القيمه اللي وصل لها اللي هي الماكسيمم ديفليكشن بتاعه. فهذا مقصود بها انك انت تختار السي تي اعلى بشويه، ولذلك هو اختار السي تي 400 الى 5 وبينما اللود كرنت قيمته 245. تمام، نكمل الكلام هذا. نورمالي اوفر كرنت ريليز ار سيت 125 of full load and CT ratio should allow less than 5 ampere for this condition. Over current relays يكون أعلى من 125% من full load، ومش بالضرورة يكون أعلى، مرات في وحدين يخطو فيها أعلى من 1.5 تقريبا يكون كويس، يكون كويس لأن في محركات يتحمل الأوفرلود وهكي، ولكن هنا في المساله هذه 125% وهو الحق انه هو رقم frequently used في الموتر بالذات. يعني قال لك انا if the motor is vital to the operation of the plant advantage is taken to of the motor service factor which is 115% this results in a maximum load of 1.15 على 245. طبعا انه هو يكون شغال على الاوفرلود مش حاجه يعني هو انه هو شغال على الاوفرلود ماهيش حاجه يعني غريبه على الموتر، مرات يشتغل اوفرلود عادي ولكن يشتغل لفترات معينه، فبالتالي الاديشنال سيرفيس هذه للموتر بحيث انك تضمن الضبط بتاع الريليز ضربه في 1.15 بعد ضربه في 1.25 ما هو من البدايه حتى 1.5 وخلاص. anyway فبالتالي وصل التيار لعند 352 امبير، هذا السيتنج بتاع الريلي او التيار البيك اب سيتنج بتاع المفروض انه يكون البيك اب سيتنج بتاع الريليز. فقال لك انا سيلكت ريشيو تو بي 400 الى 5 او 80 الى 1 حيث انها تكون اباف الكلام هذا كله. تمام، ذا تايم ديلي اوفر كرنت ريلي اللي هو 51 سيز
حيشوف في البدايه 4.4 سكندري امبير. To set this relay, the manufacturer's instruction book and the characteristic curve must be used. اللي هنا الكاركترستيك كيرف اللي عطيناها في البداية اللي هو normal inverse, normal inverse relay. For our purpose, however, assume there is a 5 ampere tap and the characteristic figure 4.5 apply. عندي اللي هو الكاركترستيك اللي فات اللي عطيناها في في الكوردينيشن. The time delay, the time delay must be set longer than the starting time of the motor. طبعا هنا ضروري التايم ديلي يكون يوفر لك تايم ديلي معين بحيث انه لو مر الستارتنج كانت بتاع الموتر حيمر لمرحله الستارتنج مش لانه مش حيعملها بيك اب لا كان طولت حيعملها بيك اب ولكن بسبب ايش بسبب التايم ديلي سيتنج بتاع الريلي بتاعك. This assumes that the starting current lasts for a full starting time. طبعا هنا الستارتنج تايم اللي هو 0.97 سكند هذا الستارتنج تايم اللي عند البيك بتاع الستارتنج قبل ما يبدا ينخفض. فبالتالي انت يا ريت تختار اعلى من هيك بواجد بحيث انك تتضمن حتى مرحله الانخفاض هذه ان هي تكون مره. يعني على شكل قال لك انا this is not strictly true. The starting current starts to decrease about 90% of the starting time. However, this is a conservative setting. تحفظيه الضبط بتاعك هذا متحفظ على على يعني strict setting that is often used to cover any erratic motor behavior and avoid false tripping during starting. The relay pickup اللي هو حيكون هنا بالنسبة للبيك اب at starting 1609 في الريشو بتاعنا على مقسوم على الخمسة اللي هن البيك اب كرنت حيكون ايش حيكون عندنا قيمته 4 بير يونت حيكون عندنا 4 بير يونت اللي هو بلاك مالتي بلاير سيتنج. فبالتالي هذا حيكون ايش مع الاوبريتنج تايم بيريود بتاع الستارتنج كرنت حيكون هذين كلهم يلتقيان وين في التايم ديل سيتنج 1.5. فبالتالي الريلي سيتنج حيكون اعلى من 1.5 التايم ديل سيتنج بتاع الريلي حيكون اعلى من 1.5 بحيث انه يمرر المرحله هذه ويفصل عند المرحله اللي ما بعدها يعني في حالة أن هي طولت أو في حالة حدوث عطل فعلًا. Two overcurrent relays are used. هذا طبعًا خلاص خلصنا عليه بخصوص الـ setting بتاع الـ time deal setting بتاع الـ relays. Two overcurrent relays are usually used. One in phase one and the other in phase three. On the assumption is that the overload is is balanced condition and ammeter اللي هو not shown في الـ schematic diagram is usually connected in phase two. طبعا هنا يقول لك بالنسبه للفيز بروتكشن عاده يستخدم في تو فيز بروتكشن الفيز اي وفيز سي لان الاوفرلود عاده والستارتنج هذين يمرن عليه كلنا فبالتالي ما فيش داعي تحط ريليز عليه كلنا. هذه حكينا عليها نحن في البدايه قلنا انا لو حطيت ريلي بالاضافه حيكون في ريدندنسي وهنا ما حكاش عليها ان ريدندنسي ولكن عوضها بطريقه ثانيه عوضها عن طريق شنو عن طريق انستنتينيوس ريليز كونكتد ان ايتش فيز اللي هن قال لك انا ذا انستنتينيوس ريلي 50 must be set above the asymmetrical value of the locked rotor current. يعني المفروض انه يكون اعلى من قيمه اللوكد روتر كرنت ولا الستارتنج كرنت اللي هو 1609 حيكون اعلى منه. البيك اب كرنت بتاعها حيكون 2735 امبير ولا 34.19 سكندري امبير في السي تي. فبالتالي في الحاله هذه حيكون البلاك مالتيبلاير سيتنج مثلا لو مر الفيس فولت البلاك مالتيبلاير سيتنج حيكون 7.14 وحيفصل بشكل انستنتينيوس حيكون اسرع من ايش من الفيز ريليز او الفيز ريليز اللي انت حطيتهم على الفيز اي والفيز سي هذا يكون اسرع منها. فبالتالي هذا حيوفر ريدندنسي وحيكون محمي السيستم تاعك. انت تقول لي لا غير كثرت عدد الريليز لا عادي بل بالعكس اليوجوال كيس انه شنو انه مش هيك لا انه يحط لك ديفرنشال بروتكشن بالاضافه الى انستنتينيوس ديفرنشال بروتكشن بالاضافه الى انستنتينيوس بحيث انه يضمن خلاص ان المحرك هذا يعني ما يعني لجميع المحمي ضد جميع احتماليات الاعطال تمام. Three relays are used, one per phase to provide redundancy for all phase faults. The residual overcurrent relay 51G is set at one third of the minimum fault ground fault. عادي ما فيش مشكله حتى لو حطيته هو قال لك انا حط different setting للريلي انا كنت حكينا عليه المره اللي فاتت قلنا نحن انه هو يكون
اعلى من 15% من 15% او اعلى من 20% من اللود كرنت، انا قال لك حطها اقل من ثلث الجراوند فولت كرنت. ما هي هي يعني حيكون اقل من ثلث الجراوند كرنت فولت كرنت حيكون اعلى من هذين، ولكن anyway لو حطيتها انت، لو حطيتها انت اعلى من 20% من اللود كرنت مش حنقدر، ما فيش حد يقدر يقول لك ان هذا خطا. على شيء زي ما قلت لك من تول بروتكشن تبيها انسان اوبن مايند بس في نفس الوقت فاهم ومطلع على بعض الكتب اللي من هنا ومن هنا كيف يديرها. فالمعلومات هذينا مش موجوده في الكتاب هذا اللي حكيت لك عليه بتاع انه يحطوا ديفرنشال بروتكشن ويحطوا انستانتينيوس بروتكشن على اللارج سكيل موتورز، مش على اي موتور، بالعكس المحركات العاديه الصغيره هذينا يحطونها في فيوزز، ثلاثه فيوزز يحمل في الموتور وخلاص، ويكون الفيوز هذا يمرر مرحله الستارتنج وهيك ويحمي في الموتور. ولكن نحكي لك على اللارج سكيل موتورز اللي هن ما بعد ال 500 هورس باور اللي هو ضخم جدا، اللي هو كان صار في عطل حيكون يعني العواقب بتاعتها وخيمه. فبالتالي البروتكشن اللي حكيت عليه فور لارج سكيل موتورز المحركات الضخمه جدا يحطوا، نعم يحطوا في انستنتينيوس ان كونجنكشن وذ ديفرنشال، تمام. والمعلومه هذه ما هيش موجوده في الكتاب هذا، شفتها في كتاب ثاني anyway، وشفتها حتى من قبل في مصنع الاسمنت، ولكن مصنع الاسمنت اللي في بنغازي. ولكن شنو، ولكن زي ما قلت لكم انتم ان زي ما قلت لكم انتم البروتكشن تبي له واحد اوبن مايند بس، ولا لكن في فاندمنتلز ضروري انت تفهمهم وتكون يعني ملم بهم بحيث انك انت يكون عندك الخيارات هذه. If the auxiliary system has a neutral resistor to limit the ground fault to 1200 ampere, the residual CT current will be 15 ampere. طبعا زي ما قلت لك هذه النقطه هذه مبنيه على النقطه اللي قبلها، وزي ما قلت لك انت مش بالضروره انه يكون 1200 امبير ولا كذا. انا نشوف في هذا ان اقل يعني لو انه هو حطيت السيتنج على اقل من ثلث الجراوند فولت، لا مرات يكون في تسريب كبير في الجراوند فولت، مرات يكون في امبالانس، مرات يكون في كذا. فالافضل انه يكون اعلى من 20% من قيمه اللود كارنت، وتكون هذه الثابته، هذه القاعده الثابته بتاعك الحقيقه الدامغه اللي المستحيل تتجاوزها. ليش انت تقعد مركز على جهه ال 1/3 of the minimum ground fault current وهام جهه اللود؟ حتى احنا في البيك اب كارنت حتى في الفيز نختاروا فيه اعلى بشويه من باللود كارنت، ما نختار ما نركزوش على ثلث المينيمم جراوند فولت كارنت. فبالتالي النقطه هذه ممكن انك تتخذها كادفانتج في الملاحظه، وممكن انك تعتبر ان دائما الجراوندينج فولت يكون السيتنج بتاعها اعلى بشويه من 15% او 20% من قيمه اللود كارنت او ما بعد اللود كارنت اللي هو الاوفرلود لو مثلا، وحتى الاوفرلود اصلا حيكون بالانسد اصلا يعني. فبالتالي ديفينتلي اعلى من 20% من اللود كارنت حيفصل الجراوند فولت، معناها في جراوند فولت في السيستم، الا اذا كان في حاله معينه مثلا امبالانس كبير بكل ومسموح به حالات شاذة، هذه كل ساعة ممكن تكون صح. ولكن في الحالة العادية، في حالة الموتر يكون هيلثي، في حالة السيستم شغال، في حالة الفيدر بروتكشن، الجنريتور بروتكشن، الموتر بروتكشن، الجراوند باث ريلي اللي هو قاعد في الجراوندينج باث اللي هو كونكت ما بين نيوترال والجراوند سي تي، والسكند جاي يكون ريلي بتاع الجراوندينج فولت ريلي، هذا اعلى من 20% من قيمه اللود كارنت. The relay, okay, set the relay at 5 ampere or less to ensure reliability without setting it at the lowest tap to avoid loss of security. Set the time deal setting at low setting. طبعا هذا بالنسبه للجراوند ريلي. كتب لك هذا عامل لك عليها بولد او حتى حكي عليها المؤلف هنا. There are no criteria for these settings except what is usual practice at the given plant. There are no criteria for these settings except what is the usual practice at the given plant. If the alternative scheme, usually toroidal CT is used, the CT ratio can be 1200 إلى 5 أو 240 إلى 1, and an instantaneous relay set at 1. يعني في السكندري بتاعه، في السكندري بتاع التورويدال CT هذا يحط لك instantaneous relay وقيمته يحطها عند الواحد أمبير. This will give 5 times pick up at the maximum ground fault current and provide sufficient margin above the false ground current to prevent false tripping and still allow for reduced ground fault current due to fault resistance. طبعا
في الحاله هذه حيمرر جميع الامبالانسز والحاجات اللي يكون فيها اخطاء مقصود بها بالشكل هذا. الـ يعني لو مثلا التيار يكون بالبويت يكون في السكندري بتاع سي تي وهكذا حيكون في الحاله هذه حيكون مار التيار حيكون التيار اللي يكون مار في الجراوندنج ريلي حيكون قيمته صغيره جدا. فبالتالي ايش السيتنج هذا حيفضل عن السيتنج اللي قبله. فولد سيربنج ان ستيل الاو فور ريدوسد جراوند فورس ديو تو فولد ريزيستنس. هو المفروض ما يعني حتى لو انه هو في يعني فولد ريزيستنس حيفصل المقصود بها بالشكل هذا لانك حطيت السيتنج بتاعه فيري لو. فهنا لو جينا بس قبل ان ننهي المحاضره هنا عندنا قال لك انا نوت This is only an example to show the setting, how the settings are made. Usually differential scheme is used, which is not shown in the previous example. This differential scheme is used in conjunction with instantaneous relays to provide redundancy in case of protection and highest possible sensitivity for the motor. هذه الملاحظة من اللي مش موجودة في الكتاب. وأنا نفتح المجال لأي سؤال. إذا كان حد منكم عنده سؤال قبل ما ننهي المحاضرة. تفضل. دكتور بالحسابات لما كنا نقسم على 5 و35 هاي عشان نطلع البلوك كلوك سيتنج مالتي بلاير مظبوط. هلا قصدك هذا على 35 و5 وني نعم. الخمسه اللي قبل كانت يعني هذول احنا حطينا تو ريليز صح. هذا الريلي ال 35 غير عن الخمسه هذاك غير عن الخمسه نعم. هذا 35 هذا بتاع الانستانتينيوس. الخمسه بتاع الفيز فولت بتاع التايم ديلي اوفر كرنت ريلي هذا بتاع الانستانتينيوس ال 35 وهنا قسم على سي تي ريشو بالمره باش يطلع السكندري يعني خطوتين في خطوه هنا بس بالضبط. ايوه ما فيش حد عنده سؤال. تمام قبل ما ننهي المحاضره بس اول اوف يو راضين على الكريتيريا اللي حكيت لكم عليها بخصوص التقييم. اعتقد انها مريحه لكم يعني كل اسبوع مساله وبعدين تاخذ انت امتحان شفهي وبعدين يكون في امتحان فاينل لماتيريالز انا نحددهن ونشوف انا هاو تو مانج الماتيريالز هذين بحيث ان ندخل لك الماتيريالز اللي انت مذكرهن وملم به ان شاء الله وتقدر تلمهن في التايم هذا. هل انتم راضين على ان شاء الله تمام على المحاضره؟ اهم حاجه واحد يعطيني راي سبجكتيف بس. دكتور امتى راح يكونوا هدول الاورال اكزام امتى راح يكون؟ من اللي سالني من معلش من حضرتك؟ انا محي دكتور. انا محي. محي يا محي تو انا محي دكتور. بخصوص الامتحان الشفهي هذا ممكن انت جيت متاخر. الامتحان الشفهي هذا يكون مش الاسبوع الجاي ولا اللي بعده يكون اللي بعده بمعنى ان الاسبوع هذا حتسلم مساله ديفرنشال الاسبوع الجاي في مساله كوردينيشن الاسبوع اللي بعده في امتحان شفهي في ماتيريالز معينه ما بعد اللي خذيتهم ما بعد الفيرست اللي هن ما بعد الديستانس بروتكشن لعند نهايه محاضرات بتاعت الاسبوع الجاي. فحيكون عندك انت وقت واجد انك انت تذاكر فيه وحيكون سؤالين سهلات يعني ما فيش مشكله حيكون سؤالين ما فيهنش اي اشكاليه. هذه حاجه. الحاجه الثانيه ان جنو ان اكتب لي اسمك اي حد اللي بي اكتب اسمك ورقمك على اساس نسجل كم حضور. الحاجه الثانيه ان شنو ان حيكون المساله الثانيه اللي هي بتاع الاسبوع الجاي حتكون على الكوردينيشن اوف ريليز وحننزلها لكم ان شاء الله على الاي ليرنينج وحيكون تسليمها نهايه الاسبوع الجاي مش الخميس اللي بعد بكره اللي بعد. فاي حد منك وبعدين الفاينل حيكون عليه 50 ماركس اللي هو امتحان الكتاب ان شاء الله بعد ما تخف الازمه هذه ان شاء الله حنعملوا الامتحان الفاينل وحتكون بالمره يكون تقييمكم كله بالمره. تمام دكتور كل اساينمنت عليه 10 علامات. الاساينمنت بتاع الدفرنشال عليه 10 علامات. الاساينمنت بتاع الكوردينيشن اللي هو حنعطيه حنعمل له ابلود اليوم ان شاء الله حيكون عليه 10 علامات. الامتحان الشفهي حيكون عليه 10 علامات. هذين 30 واخذ من قبل كم انت 20 اللي اللي اللي, 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 اللي الامتحانات اللي من قبل ولا هنيك كان عليه 20 فهذين كلهم 50 ما زال يقعد عنده 50 في الفاينل بس. تمام دكتور. تمام. أي حد عنده استفسار عنده مثلا اقتراح عنده أي حاجة يحكي لي عادي ما فيش مشكلة.
All of you are okay? اوكي شكرا بارك الله فيكم. انا حننتظر بس اذا كان حد عنده سؤال ولا كذا وبعدين حننهي المحاضره. شكرا بارك الله فيكم. انا حنوقف التسجيل.